تقدموا إلي. املأوا 4 جرات ماء وصبوا على الذبيحة وعلى الحطب. أيها الرب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض، وأني أنا عبدك، وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني، استجبني يا رب، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. أمسكوا أنبياء البعل، لا تدعوا أحدا منهم يفلت، وخذوهم إلى نهر قشون ليذبحوا هناك.